وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. يقول السائل: هل يصح لي أن أدعو الله عز وجل في السجود أن يعلمني القرآن الكريم؟ نعم يا أخي، أدعو الله في السجود بما أحببت من خير الدنيا والآخرة، أما حفظ القرآن فذلك من خير الآخرة مما تزيد به الحسنات، فادعوا الله بهذا. يقول عليه الصلاة والسلام: أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم، يعني حري أن يستجاب لكم. وقال صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فأكثر من الدعاء، ادعوا الله بما أحببت من خير الدنيا والآخرة.